Modern Control Engineering، هندسة السيطرة الحديثة أو مادة السيطرة. راح ناخذ بهاي المادة اللي هي موجودة ضمن القناة ممكن الرجوع إليها خمس مواضيع أساسية ومهمة بمادة الكنترول، اللي هي Single Flow بالقسمين اللي هو Block Diagram والMisingain Formula، وأيضا موضوع ثاني اللي هو Transient and Steady State System Analysis بالقسمين مالته اللي هو First Order والSecond Order، وكذلك موضوع ثالث ومهم هو Road Stability Criterion، وكذلك Body Plot Analysis، والموضوع الأخير اللي هو Road Locus. هاي مواضيع أساسية ومهمة بمادة السيطرة راح نطرق عليها بأقسام يعني درس بعد درس. نبدأ بمواضيع مهمة ومصطلحات بمادة الكنترول اللي هو Feedback Control System. هذا الفيدباك هو النظام المغلق اللي هو أفضل نظام للسيطرة، عبارة عن إشارة راجعة راح تسيطر لنا على النظام بأي نوع كان عن طريق الديفرنشال، فهذا النظام الكلوز لوب أو الفيدباك. أيضا أكو مصطلح اسمه الأوبن لوب كنترول سيستم اللي هو النظام المفتوح، ماكو هاي الإشارة الراجعة أو الفيدباك، وهذا النظام يعني اللي يكون الفيدباك هو أرقى منه يعني من ناحية السيطرة. أيضا اللابلاس ترانسفير اللي هو أخذناه بمادة الرياضيات لحل معادلات الديفرنشال إكويشن والمعادلات الموجية وكذلك الإكسبونينشال إلى آخره من المعادلات المطلوبة. بهذا الدرس يعني إحنا راح ناخذ مادة السنجل فلو، تحديد الإشارة أو اتجاه الإشارة بنظام السيطرة، وكذلك العلاقة بين مكونات المنظومة من خلال البلوك، يعني بلوك تمثل نظام معين. هذا تحديد الإشارة راح يحدد بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هو البلوك دايجرام، والطريقة الثانية بعد هذا الدرس اللي هي الماسنجاين فورمولا. نبدأ بالطريقة الأولى اللي هي البلوك دايجرام، والبلوك دايجرام أيضا بيها بعض المصطلحات مثلا السومينج بوينت. والسامنج بوينت هي هاي كرمز صوري لها، اللي هي هذا الإشارة عبارة عن إشارات داخلة وإشارة خارجة، يسموها الانبوت اللي هي الداخلة والأوتبوت اللي هي الخارجة. أيضا هذا النظام المغلق اللي هو الكلوس لوب، هاي النقطة اللي هنا اللي راجعة يسموها البرانش بوينت، وهاي اللي هي خذناها السامنج بوينت عبارة عن مجمع مال إشارات، وهذا يسموه البلوكينج، هو نظام معين. هاي الشكل يمثل لنا طريقة عمل أي منظومة، يعني منظومة للسيطرة ممكن يكون شكل أكبر ويعني موسع أكثر من هذا الصورة. أيضا بهذا الموضوع هو تحويل من مجال تايم دومين إلى مجال الفريكونسي دومين عن طريق استخدام معادلات اللابلاس، لكن هذا الموضوع راح يطرق عليه يعني لاحقا. نبدأ بموضوع البلوك اللي هو بيه مجموعة من القوانين المهمة اللي ساعدنا على يعني اختزال الدائرة وإيجاد الدائرة المكافئة لأي دائرة يعني أو خريطة كبيرة بنظام السيطرة. مثلا هذا الار اللي هو الانبوت اللي داخل على هذا البلوك، وهذا البلوك الجي هو عبارة عن نظام معين، نظام سيطرة معين، والسي اللي هو اوتبوت. فكمعادلة نقدر نستخرجها احنا الاوتبوت هو الجي النظام اللي هو نظام سيطرة او دائرة مطبوعة معينة مضروبة في الانبوت. إذا كان عندنا يعني فد بلوكتين على التوالي، هاي نقدر احنا نختزلها ببلوكة واحدة نسميها يعني دائرة مكافئة لهاي الدائرة، لكن البلوكات اللي على التوالي لازم تضرب، هاك قانون ثابت. أيضا إذا كانت بلوكات على التوازي، هاي البلوكات على التوازي تكون ببلوكة واحدة بس إشارة تجمع. بالنسبة للسامنج بوينت حسب الإشارة الداخلة احنا نقدر نستخرج معادلة، مثلا هذا الانبوت اللي هو إشارته موجبة والاوتبوت اللي هو إشارته موجبة، الانبوت اللي أيضا الواي إشارته موجبة والإكس الانبوت إشارته سالبة والاوتبوت اللي هو السي، ممكن استخراج معادلة اللي هي السي حسب الإشارات الانبوت، يعني الاوتبوت يساوي الانبوت حسب إشاراته، الار بالموجب والإكس بالسالب وهكذا نقدر نستخرج معادلة. هذه الدائرة أو هاي السامنج بوينت احنا مدام هي حسب الإشارات وحسب الأوتبوت نقدر نسويها قسمين مثل هاي الصورة، اللي هي هذا القسم الأول يتضمن الواي والآر، انجمعت وصار الأوتبوت واي موجب آر ودخلت على السامنج بوينت اللي احنا ضفناها جديدة
بإشارة الاكس السالبة نفسيتها، وهاي ممكن احنا نطلع دائرة ثانية، يعني هاي الدائرة المكافأة إلها هاي الدائرة الثانية فوقها وبالعكس. أيضا السمك بوينت من قوانين أو من خواص البلوك دايجرام ممكن التحويل بين سمك بوينت وأخرى، مثلا هنا هاي الواي اجت هنا وهذا الاكس اجى هنا مع مراعاة الإشارة. يبقى القوانين المهمة اللي هي النقطة السادسة والسابعة، هاي كلش مهمة. هذا البرانش بوينت من الحركة احنا للأمام أو للإنبوت لازم نضيف واحد على جي، يعني نضيف للبرانش بوينت واحد على جي. جي من جبناها اللي هي هاي، هذا قانون ثابت، من نحرك برانش بوينت للأمام نقسم على جي اللي هي جي هذه، ومن نرجعها يعني هاد عملا يعني العملية متعاكسة، من نرجع البرانش بوينت هاي نرجعها للخلف أو للإنبوت راح نضرب في جي فتروح ترجع مثل هاي، يعني احنا نحفظ بالاتجاهين بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. هاي الملاحظة تقول للأوتبوت قسم على جي مثل ما شفنا، من حركنا للأوتبوت قسمنا على جي، ومن نرجع للإنبوت نخلي فقط جي. مثلا هنا هذا البرانش بوينت نرجعه للخلف يعني للإنبوت، سوينا ضفنا جي، ضفنا جي، وأيضا احنا حفظناها بعملية متعاكسة. هاي إذا نقدمها لي قدام كأنما تكون جي، وإحنا بهذا القانون قال إن نقسم على جي، يعني جي على جي راح تروح فيبقى بس البرانش بوينت. هاي النقطة السادسة والسابعة ممكن واحد يركز عليها لأنها كلش مهمة بحل المسائل. هذا بالنسبة لتحريك البرانش بوينت. أكو تحريك السمك بوينت اللي هي النقطة الثامنة والتاسعة. هاي السمك بوينت أيضا ممكن نرجعها، يعني نحركها للإنبوت وممكن نرجعها للأوتبوت. بالنسبة لتحريك السمك بوينت للإنبوت يعني للأوتبوت أقصد للأوتبوت راح يكون كالآتي. هاي البرانش بوينت مالتها راح ينضاف لها جي، من نحركها السمك بوينت للأوتبوت راح نضيف جي مثلا هاي، هاي من حركناها للإنبوت وصارت بعد هاي الجي نضاف لها الجي اللي هي هاي. شنو الجي؟ هي نفسها هاي. هاي بالنسبة لتحريك السمك بوينت للأوتبوت وعبرة البلوك معينة نضيف للبرانش بوينت جي مثلا هاي الصورة، وايضا عمليه متعاكسه نحفظ، يعني احنا هنا هاي السمك بوينت بنرجعها للاوتبوت للانبوت راح احنا كانما دنقسم على جي فدا يروح الجي يبقى بس هذا. ممكن نشوف هاي النقطه الثامنه اللي هي تحريك السمك بوينت الى يعني الانبوت او للخلف، شنو راح نقسم على جي؟ واحد على جي. الجي من جابها؟ هي هذا النظام. بالنسبه للفيدباك المهم هذا كقانون، الفيدباك اللي هو الإشارة الراجعة راح يكون قانون إلها اللي هو البلوكة هاي جي على واحد ثابتة موجب أو سالب حسب الإشارة. إذا كانت هاي الإشارة سالبة راح تصير موجبة، وإذا كانت موجبة راح تصير سالبة، يعني عكس الإشارة. الجي اللي هو هذا نفسه في الخط الأوتبوت الراجع، يعني هذا قانون ثابت اللي هو جي على واحد عكس الإشارة، الجي نفسيتها في الخط الراجع، هذا قانون ثابت ممكن احنا نحفظه. ايضا اذا كانت الاشارات الداخلة او يعني على التوازي مثلا هاي حسب الاشارات الداخلة راح نجمع او نسويها بلوكة واحدة. هاي القوانين المختصرة اللي هنا استونا يعني طلعنا عليها هي هاي معادة، لكن هاي كأهم القوانين احنا شرحناها. راح ناخذ مثال على السريع حتى نشوف الحل مالت اختزال الدائرة او ايجاد الدائرة المكافئة لهذا النظام. هذا نظام معين وش دعوة صاير هالكوبر، لاحظوا احنا نختزله بدائرة معينة مثلا دوائر مطبوعة صغيرة. فاول شيء لا نحاول نبسط الدائرة، مثلا من نلاحظ هاي الدائرة راح نشوف هنا هاي بلوكات على التوازي وهاي ايضا بلوكات على التوازي، فالبلوكات على التوازي راح تجمع ببلوكة واحدة، مثلا هاي انجمعت ببلوكة واحدة وهاي اتش هم انجمعت ببلوكة واحدة، صارت يعني الدائرة بعد ما جمعنا ذن البلوكتين هاي وهاي كالآتي، طلعت لنا هاي الدائرة. بعدين احنا نلاحظ اكو تبسيطات ثانية، اي اكو تبسيطات ثانية، نلاحظ هنا اكو فيدباك، نظام فيدباك، هذا نظام فيدباك، لكن احنا مدى نقدر ناخذه لان اكو برانش بوينت هنا، احنا لازم نطلع هاي البرانش بوينت لي برا حتى يصفالنا بس الفيدباك ونطبق عليه القانون. ف
هنا هذا حركها دي هاي يعني عبرها الجي 3، واحنا حسب القوانين السابقه اذا تحركت للامام للاوتبوت وعبرت في بلوكه معينه نقسم على جي، يعني واحد على جي اللي هي هاي بعد ما تحركت هذا المسار، بعد ما تحرك صار واحد على جي 3 وصفاننا بهاي الصوره اللي هي هاي الصوره. ايش لاحظنا احنا من بنبسط؟ اكو في نظام فيدباك اللي هو هذا نظام فيدباك راح نبسطه، وبعدين نبسط ذني اللي هي على التوالي راح تجمع، وبعدين ممكن احنا نحرك بالسمك بوينت حتى نرتب العملية. فنبدأ اولا بالفيدباك اللي هو هذا راح يصير مثلا هذا جي 1 في جي 2 وجي 3 راح يجمع ببلوكة واحدة، يصير جي 1 جي 2 في جي 3 صار ببلوكة واحدة. وطبقنا القانون مال الفيدباك اللي هو راح نكتبه هنا، اللي هو راح نسوي هنا جي 2 في جي 3 على 1. هنا الإشارة الراجعة شنو السالبة؟ إذا راح تصير موجب عكس الإشارة، نفس البسط جي 2 جي 3 في إشارة الفيدباك الراجعة. شنو إشارة الفيدباك الراجعة؟ H1 في H1 صارت لنا بلوكة اللي هي هاي، صارت لنا بلوكة طلعت هاي من الفيدباك اللي هو هذا. هاي التبسيطات هنا بلوكتين على التوالي راح تجمع مثل ما نشوف هنا، هاي بلوكتين على التوالي انجمعت فتبسط الشكل بهاي الصورة. بعدين ايضا هاي بلوكتين على التوالي ايضا راح تجمع، ويبقى هذا فيدباك هم راح نطبق عليه القانون، فانجمعت هنا البلوكتين صار لنا هنا فيدباك. هذا الفيدباك هو عبارة عن إشارة راجعة اللي هي مثل هاي الصورة، إشارة راجعة للسمك بوينت، واكو هنا فد بلوكة، فراح نطبق القانون اللي هو هذا في هذا على واحد عكس الإشارة اللي هي السالب تصير موجب مضروب، يعني مثل راح بعد التبسيط تبسيطات الدائرة هاي راح نطبق عليها الفيدباك هاي. وقبل هاي احنا راح نلاحظ السمك بوينت اللي هي هاي احنا حركنا بيها، مثلا هاي اجت هنا حتى تصفى الاشارة الراجعة وهاي جبناها هنا، يعني ال H4 وال H5 وال G1 يعني احنا ما نقدر نسوي فيدباك الا اذا عبرنا هاي السمك بوينت، يعني خليناها يعني كنظام بهالصورة، ماكو فد برانش بوينت معين، هذا هو الفيدباك ماكو فد برانش بوينت معين. ترتيباتها للدائرة طبقنا هنا الفيدباك، وايضا جمعنا ويا هاي لان صارت على التوالي صفت لنا، بس هاي الدائرة ممكن واحد يركز عليها بسهولة. هنا ايضا راح نطبق عليها الفيدباك اللي هو هذا الاوتبوت هذا البلوكة على واحد موجب البلوكة الكاملة اللي هي هاي البلوكة واحد موجب H2 H3 نزلناها لحد هنا مضروب في، يعني هاي من سويناها حتى تبسط الدائرة راح يكون هذا النظام كامل، خلينا نسميها هاي G1 مثلا، وهاي مثلا خلينا نسميها H4، راح يكون المعادلة مالتها بالفيدباك G1 على واحد، هنا الإشارة السالبة راح تصير موجبة G1 في H4، هاي المعادلة مالتها راح تكون بهالصورة، يعني حتى تصير العملية سهلة. طبقناها هنا هذا القانون نفسيته سويناه هنا طلعت لنا هاي المعادلة، هاي المعادلة بعد تطبيق القانون السابق، مجرد اختصارات رياضية بسيطة اللي هي هاي راح يضرب هنا ونبسط حتى نحذف هذا ويا هذا، هاي معادلات رياضية، يبقى بس هذا البسط وهذا البسط، تطلع لنا بالاخير بلوكه واحده اللي هي هاي البلوكه الاخيره. طبعا هاي البلوكه الاخيره هي اختزال او يعني تبسيط للدائره السابقه اللي شفناها. هذا بالنسبه لنظام البلوك دايجرام، ممكن واحد اهم شيء يركز بهاي القوانين اللي هي 11 قانون تقريبا ويحل بعض المسائل تصير عمليه كلش سهله.